دونك انا حسب رايي نتصور اللي الموفمون فاتر تعدى اكثر من مجرد جروب تيتير نتاع اعطيني بلاصه باهيه فيها قهوه فيها ماكله قص السوم والبلايص الى موفمون نتاع كونتستاسيون سوسيال اللي راهو من حق المواطنين يفطروا في رمضان حاجه عاديه، مي سورتو ابليكي الدستور التونسي المدني نتاع الجمهوريه اكثر منه تاويلات اخرى من اطراف عفوا مليح. شو رايك انت؟ الموضوع هو راهو مش حكايه انه نجم ناكل ولا ما نجمش ناكل، نجم نفطر ولا ما نجمش نفطر في رمضان، مش هذه الاشكاليه بقدر ما الحكايه بتاع ان نفطر في رمضان طرحت اشكاليه اعمق واكبر، هي اليوم اشكاليه حريات، مدى احترامنا احنا لحرياتنا، حرياتنا احنا نحترم ولا ما نحترموش حرياتنا، حقنا في الاختلاف اللي يضمنه لنا الدستور، وقت نحكيه على حريه المعتقد ولا حريه الضمير، اليوم احنا نحكيه على دوله حاضنه لجميع الطوائف نتاعها، حاضنه للكل، حاضنه. هل 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 الحكايه تصير على الفطرين لازم تصير على مجموعات اخرين ولا بالفعل لازم يصير على الناس الكل، معناها اليوم اذا كان يتفقوا مجموعه على نبذ اي سلوك اخر فهما بشعب يمارسوا عليه نفس الفعل، معناها تحت اي طائله وتحت اي مسمى، لانه المساله مش مجرد فاطر كما قلت لك، راهي مساله حريات، مساله حريات انه اليوم راني عندي الحق اني امارس حريتي في اطار القانون طالما ما يمنعش القانون ذلك، لكن اني ما نحترمش حق الاخر في انه يمارس يعني مواطنته في اطار القانون وحريته في اطار القانون، هوني انا المساله باش تولي اخطر من مجرد رفض الى صراعات تولي مشاكل اخرى. دونك الدولة المدنية هذه شكلا لابد ان تصبح مدنية مضمونا من خلال تطبيق التشريعات، التنصيص غير كافي، لابد انه نزرع بعض السلوكيات في المجتمع. وعلاش مثلا حتى ما نلقاش حتى قانون مثلا يجرم الافطار، يجرم مثلا التدعيم، يجرم الشرب، يجرم مثلا برشا حاجات اللي اليوم القانون ولا السلطات اللي تأولها في صالح معناها في صالحها ولا في صالح سلوكيات معينه. احنا اليوم قدام ثلاثه نصوص قانونيه. النص الاول هو امر علي يعود لعام 1911 اصدروا البيت. النص هذا طبقته حتى فرنسا، يعني المسلمين الفاطرين جهرا في رمضان في الشارع يوقع معاقبتهم. النص القانوني الثاني وهو موش قانون لكنه منشور كان أصدره مزالي الوزير الأول السابق في عهد بورقيبة واللي يمنع المجاهرة بالإفطار، لكن النص هذا ولا المنشور هذا ألغاه بورقيبة بالوقت، يعني ما طالش برشا. النص الثالث وهوني المشكلة اللي هو عمومي وعام جدا هو المس بالحياء وخدش الحياء. الحياء هذا غير معرف، يعني ما تنجمش تقولي شنو الحياء، دونك احنا عارفوا الحياة بهو مجموعة الأعراف والتقاليد والأحكام المجتمعية اللي الموجودة، يعني واللي احنا ما نعرفوش حتى العقد الاجتماعي بتاعنا شكون حطه بما فيه متناقضات والمشاكل اللي عندنا مع العقد الاجتماعي هذا، قداش فيه كذب وتنفيق ومعناها وترهدين. انا باش نرجع لحكاية القانون اللي هو يرجع 1911، بل 1911 شو كان الحكم في تونس نتاع المفطرين؟ في عهد البيات وفي عهد العهد العثماني. بون ما عشتش وقتها، اما اللي نعرفه على تاريخنا واللي البعض منه مسكوت عنه انه احنا شعب بتاع شيخه ومتاع بهجه وبتاع برشا جو وكانوا جدودنا، ونتذكروا احنا انه الفان روج كان مال الديار نتاعنا وكانوا ياسر عاملين جو بالحاجات هذوكم، وكانوا يحطوا في الفخار مدبه وايمه كانوا يحطوا في الفخار الفان وكانوا معناها يعتقوه ويحضروا به الحفلات والعروسات ويبداوا عاملين جو بالحكايات هذوما. اما ديما احنا عندنا مشكله بين المصرح به وبين المسكوت عنه. نتصور انه قبل كانوا يتبقى عليهم في الشريعه اللي ما عرفش علاش شنو قاعده تقول في الموضوع هذا. اما بالطبيعه كما تعرف القانون وضع اللي يطبق على الفقراء، فهمت؟ ما وضعش باش يطبق على سفلان وسفلتين. دونك هذا هو نتصور حتى الشريعه قبل كانت تطبق على الفقراء والمستضعفين مش على الناس اللي قاعده تحكم ولا اللي عندها برشا فلوس. ذكرت خصوصا في كتاب علي دعاجي جوله بين حالات البحر المتوسط، ثم واحد خبى صندوق نتاع خبى صندوق النبيذ عن جاره الامام خاطر وقتها خاف عليه في الجنجل مونديال، خلينا الامام شرب الشرب الكوليكي هذه، طبعا نحط الليان تاع حجر التركيز.